السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وتقام ثاني مباريات المونديال في الملعب المركزي في يكاترينبورغ غربي روسيا، الذي يشهد تغييرا طفيفا قبل استعداده لاستضافة أول كأس عالم. وشيد الملعب عام 1957 بسعة تقل عن 35,000 مقعد، قد لا تتناسب مع الحضور الجماهيري لبعض المباريات، فالجأ المسؤولون إلى إضافة 8,000 مقعد. وفي محاولة لوضع لمسات مالية، أقام عمال البناء المقاعد الجديدة على ما يشبه صقلات خارج الملعب، الأمر الذي يمكن أن يتيح للجماهير رؤية كاملة لساحة الميدان. وترتفع المقاعد بشكل مرعب في الهواء خارج الملعب، حيث سيجد المشجعون صعوبة في العثور على مرحاض أو التحرك لشراء مشروباتهم، مقارنة بالمقاعد في وسط الملعب بحسب موقع بيزنس أنا سنيدر. وأضيفت المقاعد الجديدة في أواخر عام 2017، واختبرتها جماهير الروسية في بعض المباريات المحلية، لكن الاختبار الحقيقي لها سيكون الجمعة في لقاء مصر وأوروغواي.